بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي طلبة الصف الرابع، اليوم أنا وياكم رح نحل أسئلة السكان في وطني، تمام؟ يلا يا رابع افتح لي دفترك وامسك قلمك واكتب اليوم الخميس والتاريخ وعنوان الدرس السكان في وطني. السؤال الأول، فرق ما بين سكان البادية والريف والمدينة. بدنا نفرق ما بين سكان البادية والريف والمدينة من حيث السكن والعمل، من حيث السكن والعمل، تمام؟ طيب، أول إشي البادية، كيف سكنهم؟ كيف سكنهم يا رابع؟ بضلهم ساكنين بنفس المكان؟ لا، إذن سكن البادية التنقل من مكان لآخر، التنقل من مكان لآخر. طيب، بإيش بيشتغلوا البادية يلي بيسكنوا البدو اللي بيكونوا ساكنين في البادية؟ إيش بيشتغلوا؟ بتربية المواشي، تربية المواشي، تمام. الريف، وين بنسكنوا بالريف اللي بيكونوا ساكنين في الريف؟ وين بيسكنوا؟ في القرى. وبإيش بيشتغلوا حكينا المرة هذيك؟ في الإنتاج الزراعي، إذن العمل الإنتاج الزراعي، تمام. المدينة، السكن، وين بيسكنوا؟ في المدن، العمل في الوظائف الاقتصادية والإدارية، إذن التنقل من مكان لآخر البادية سكنهم، يعملون في تربية المواشي، أما الريف يسكنون في القرى ويعملون في الإنتاج الزراعي، أما المدينة فيسكنون في المدن ويعملون في الوظائف الاقتصادية والإدارية. السؤال الثاني، ما أهمية الأسرة في المجتمع؟ يعني أنا كأسرة إيش أهميتي في المجتمع؟ أكتب، تعد الأسرة أساس المجتمع، فهي تسهم في تنشئة جيل مؤمن بالله، مخلص للوطن، محب للعطاء، يتحلى بالأخلاق الفاضلة. تعد الأسرة أساس المجتمع، فهي تسهم في تنشئة جيل مؤمن بالله، مخلص للوطن، محب للعطاء، يتحلى بالأخلاق الفاضلة. كيف يعني؟ يعني هسه الأسرة حكينا شبهنا إنه الأسرة هي زي أعمدة تبعية البيت، أساسات البيت. بما إنه هالأساسات كويسة ومنيحة بظل البيت واقف، أما لو صارت مش كويسة أو خربت أو تهدمت بنهدم البيت. فالأسرة هي أساس المجتمع عشان يظل المجتمع قوي ومتماسك. شو بتعمل الأسرة؟ بتنشئ الفرد إنه يكون مؤمن بالله، يحب وطنه، بيتحلى بالأخلاق الحميدة، تمام. السؤال الثالث، عدد أبرز الصفات التي يتحلى بها سكان الأردن. عدد أبرز الصفات التي يتحلى فيها سكان الأردن. إيش صفات أغلب سكان الأردن؟ الأخلاق الحميدة، حب العلم، اثنان حب العلم، ثلاثة التسامح والرحمة، أربعة التعايش بمحبة في ظل التنوع السكاني، وخمسة كرم الضيافة والمروءة. ننتقل للسؤال الرابع أنا وياكم. أعطي أمثلة على بعض العادات والتقاليد في وطني. يعني بدنا نعطي مثال، حكينا هذيك المرة، على بعض العادات والتقاليد الموجودة عندي في الأردن. واحد، الصغير يحترم الكبير، يحسن الجار لجاره، الجار يحسن إلى الجار، نكرم ضيفنا. إذن الصغير يحترم الكبير، الجار يحسن إلى الجار، ونكرم الضيف. لماذا؟ السؤال الخامس، لماذا يتركز سكان المملكة الأردنية الهاشمية في المدن؟ ليش أغلب سكان المملكة الأردنية الهاشمية يعيشون في المدن؟ شو السبب يا رابع؟ لتوفر الخدمات المختلفة. هيك يا رابع أنا بكون حليت لكم الأسئلة. بدي الأسئلة يا رابع زي ما تعودنا تكون مكتوبة على الدفتر بشكل مرتب وواضح، والخطوط على السطر، تمام يا رابع؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.